طلب ممثلو برلماني العراق ولبنان عن اجتماع البرلمان العربي الانتقالي الذي اختتم أعمال دورته الثانية لهذا العام في العاصمة السورية دمشق. وتصدر أعمال الدورة إعداد مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم. ولادة صعبة لأحدث مؤسسات العمل العربي المشترك بغياب لبنان والعراق وبجدل لم يسفر عن اتفاق، ناقش البرلمان العربي المؤقت النظام الأساسي لخلفه المنتظر البرلمان العربي الدائم. لم يتفق الحاضرون على طرق انتخاب أو تعيين أعضاء البرلمان العتيد، ولم يتفقوا على العدد الذي سيخصص لكل دولة عربية، هل يكون واحدا لكبير الدول وصغيرها، وإذا تباين بحسب حجم الدولة فهل يؤخذ بالحسبان الحجم السكاني فقط أم معايير أخرى كالوزن الاقتصادي. في العموم هناك توجه، إذا وصلنا إلى مرحلة أن التمثيل في البرلمان يتم من خلال انتخابات مباشرة جماهيريا قاعديا، إذا وصلنا لهذه المرحلة فستكون للكثافة السكانية دور، أما إن لم نصل إلى هذه المرحلة فلا داعي لها ولا يعني منطق حتى لطرح هذا الأمر. اختصاصات البرلمان الموعود تبدو أكثر وضوحا وأقل مثارا للجدل في أهدافها، وإن كانت محل تساؤلات حول واقعيتها وإمكان تنفيذها. إنها بحسب قرار قمة الجزائر إقامة نظام عربي يحقق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحترام القانون وحقوق الإنسان وصولا إلى الوحدة العربية الشاملة. قضية تحقيق انتقالي من حالة تجزئة لحالة اتحادية قضية تحتاج إلى عمل دائب وإلى وقت طويل، ولكن يكفينا أن نشعر أننا نتقدم نحو الهدف خطوة خطوة ولو ببطء. في وقت يزداد فيه التشكيك في فعالية مؤسسات العمل العربي المشترك، يأمل البعض في أن يشكل البرلمان العربي إضافة مؤثرة لهذه المؤسسات إذا تحول إلى مؤسسة منتخبة. أحمد كامل، بي بي سي، دمشق.